فاين الحبس الصحي يا عيسى؟ اسمه الحرج الصحي يا بنادم، شغل يحرجوك في الدار اك فاهم؟ صح باللوطه ملي يشفع على روحي انت تغلط وانا صحح لك، حنولي نخلص عليك على بالك يا بدي. خلاص على بالنا بلي تافور عيسى بيناتنا بصاع يتعب حر صح يا بدي، خلينا منها، مانيش حابه ان نعوم والدوله تجري مورانا بالحدايه تاع باراسولات. وديجاك فتروح للبحر ياك، انا في الحرج الطريق قاعد مغلوقه يا بدي. نروح نكوبي في سعيده يا عيسى، ياك نحولهم الحاج. او يا خلاص صاحبي، غدوه ان شاء الله تبكيره ستوب، رانا ثم بحول الله نشبقوا. وشنو باللوطه نوض بكري، ما نبقاش نذبح لك صباح ربي الناس تبدا تدعي عليا. والماكله عيسى كيف نديرو؟ جبتها يا بدي كفن جيبها. انا نقول خالتي ذهبيه رجلينا، وحنوصيك ما كلا دير فريتك. شتي الفريت اللي ديناها معنا ديك خطره سيدي مروان، فتحناها لقيناها دايره هكا هذيك فريت هذيك، والله ما تتكلم. يا خلاص صاحبي، نروح للدار نقول لهم يحوسوا لي 10 تاع الورد، وغدوه الصباح نتلاقاو على 7:30. يا خلاص صاحبي، ان شاء الله بوي ما تكونش مكريفيا. هي يا عيسى غدوه ان شاء الله صاحبي. ميني اورز ليتر. عيسى ياك خلاص صاحبي، رانا في سعيده. انا في سعيده باللوطه. وشنو السيد هذاك هلكناه بريحه الفلفل والبيض مغلي؟ قلت لك ما تجيبش فريت، جبت هذوك باللوطه. دوك لازم نافيغي واحد يورينا طريق البحر، مش عارف كاع وراني رايح. عيسى وجي واحد منا صاحبي، سقسي انت ما تحشم. روجي الله يحفظك، وري طريق باه نخرجوا في لابلاي. الله خوتي هنا ما كاينش بحر، الا تروح الوهران هنا كاين حمام سيدي عيسى على بيت حمو. يا نعصب راسي وشديت طريق قلبي حر.